مساء الخير. لا صوت يعلو على قادة المحاور، الحوار لهم والجبهات، أما سياسيو المدينة فلا رأي لمن لا يوضع، فهم يتصدرون محور المنكوبين السياسيين. وقف إطلاق النار الذي كان منتظرا من اجتماع ميليشيات المنطقة انتهى إلى إطلاق نار قضائية على رفعة عيد فطالبوا باعتقاله، ما يجعل الاتفاق متعذر التطبيق. وطرابلس جالت اليوم بأزمتها على اجتماع نيابي في بيت الوسط ورؤساء الحكومات في سرايا، وهي دخلت منزل السفير السعودي علي عواض العسيري ومعها أيضا أطباق حكومية وانتخابية دخلت شهرها. وفي مخاضها ينعقد مجلس الوزراء الاثنين في بعبدة لتأليف هيئة الإشراف على الانتخابات بعدما كانت هيئة المرشحين مورد اليوم. وليد جنبلاط بدوره دفع الناس إلى وزارة الداخلية وقانون 60 ثم استدار إلى عين التيني رافضا القانون وعاملا على خط التمديد. ومن التدافع إلى الدفاع وكلام في وزارة الأمن يضع رئيس الجمهورية للمرة الأولى في وجه حزب الله بمواقف ما اعتادتها بعبدة. معايدة الرئيس ميشيل سليمان للمقاومة في ذكرى التحرير كانت في انتقاد أدائها قائلا: كيف لوطن أعطى مثالا رائعا بالمقاومة يميل إلى تصرفات ومشاريع تعزز المذهبية وتعطل التعيينات وتتجه إلى المحاصصة، ومعاني المقاومة أسمى من أن تغرق في رمال الفتنة في سوريا أو في لبنان، أكان ذلك لدى صديق أو شقيق. منصة اليرزي سيقابلها غدا خطاب منتظر للسيد حسن نصر الله. تكون القصير أحد أبرز مضامينه المعززة بتقدم على جبهة القتال، ولكن أين الحلول من كل هذا؟ فالجبهة الدبلوماسية تسابق الميدان وسط تقدم أيضا في ساحات جنيفها، وقد أعلنت روسيا موافقة الحكومة السورية من حيث المبدأ على المشاركة في مؤتمر جنيف 2، فيما تواصل المعارضة السورية مشاوراتها في اسطنبول بشأن عدد من القضايا، ومن بينها إمكان المشاركة في المؤتمر الدولي. وللغاية طالبت النظام بتوضيحات فيما خص مشاركته في المؤتمر، وربما أحد أبرز هذه التوضيحات أن يقدم الرئيس بشار الأسد على الإعلان للمرة الأولى أنه سوف يتنحى عن السلطة عام 2014. فإذا اتخذ هذا الموقف الجريء لإنقاذ سوريا فسيعطي أول مثال سوري بمبدأ تداول السلطة، ويصبح عنوانا للديمقراطية في العالم العربي، ويشرف لاحقا على الرئيس المقبل لسوريا، أو أنه سيكون الكينج ميكر للمرحلة المقبلة. فهل يتلقف الرئيس الأسد المبادرات لوقف تدفق الدماء؟ وإذا واصل حربه على الإرهابيين في بلاده فكم سيقتل منهم وهم أصبحوا مزروعين بين البشر؟ ولو قضى على نصفهم فإن نصفهم الآخر سوف يتسلل إلى دول الجوار وبينهم لبنان، وعليه فإن أفضل الحلول هو ذهاب الأسد بطلا منقذا. البداية من الشمال، بين الميدان والتشييعات والاجتماعات السياسية والعسكرية توزعت يوميات طرابلس. أما في ليل المدينة فقد ارتفعت حدة الاشتباكات على كل الجبهات، وسجل انفجار قذيفة عند مدخل مدينة الميناء، فيما أطلق ملثمون مسلحون النار على محل للمشروبات الروحية في ساحة التل. تقرير رشال كرم. أصوات الرصاص تنام طرابلس، وعلى صوت النسوة وأقرباء الفقيد تستيقظ. منذ 6 أيام وطرابلس تئن بعد سقوط 20 قتيلا وأكثر من 200 شريح. الخميس اتفق على تهدئة الأمور، فانتشر الجيش عند 5 فجرا في جبل محسن، إلا أن المرحلة الثانية التي تقضي بانتشار الجيش في باب التبانة والمحاور الأخرى فهي رهن بقرار غالبية قادة المحاور العسكريين الذين يعلنون أنهم لن يسمحوا بانتشار الجيش قبل 48 ساعة حتى يتأكد لهم أن الجبل ضبط ولن يعتدي عليهم كما يقولون. لنائب كتلة المستقبل محمد كبارة الذي كان حاضرا في جميع الاجتماعات السياسية ومع قادة المحاور العسكريين كلام واضح وصريح. الدولة اللبنانية
والسلطة السياسية يكون قرارها واضح تجاه طرابلس، ما تكون متآمرة على طرابلس. إنه هلأ ما بتوقف الاشتباكات غير تحت لا بدها توقف الاشتباكات. كيف؟ بس بدنا بدنا يشوفوا نوايا جيدة تجاه المدينة. من مين؟ يعني من من السلطة السياسية يكون في أوامر واضحة للقيادة العسكرية لتنفيذ للتعامل بشدة مع أي جهة تعتدي على أمن المدينة. هذه التهدئة الهشة خرقها أكثر من قذيفة وأكثر من عملية قنص، فالمشهد هو هو، غير أن حي الشعراني شيع الرقيب المتقاعد في الجيش ميلاد عوكر الذي قضى برصاص القنص مساء الخميس فيما كان يهم بالخروج من منزله الكائن عند خط التماس من محور ساحة الأمريكان حي الشعراني. فشيع الرقيب المتقاعد في كنيسة مريم خايل في مجدلية قضى إصغرته بعدما تعثر تشيعه في رعية القبة المارونية بسبب الأوضاع الأمنية الهشة. شو لا بطلب شيء الدولة تاخذ مجراها وتاخذ حقها من الشعب ويخلصنا ويكون الجيش منهم الحواس ده لا هول ولا هول يضرب من يد من حديد ويخلصنا ويريحنا بقى. من التشييع ومن المحاور المتنازع عليها توجهت الأنظار إلى تظاهرة الجماعة الإسلامية في طرابلس في ساحة عبد الحميد كرامي، حيث رفع الصوت عاليا نصرة لطرابلس وللقصير في سوريا. لابد من أن تضع الدولة حدا لمن يعبثون بأمن هذه المدينة، لمن يسبقونها بوامل من القنابل والصواريخ، لمن يعتدون على حرماتها، لمن يقتلون أبناءها. يجب أن تضع لهم حدا لأنهم هم من يثيرون الفتنة في هذه المدينة المباركة. ينبغي أن تكون مدينة آمنة مطمئنة لأنها مدينة وطنية بامتياز. إذن هو المشهد نفسه منذ الأحد، اشتباكات فعمليات قنص فحديث عن تهدئة فقتل فتشيع فاقتتال من جديد. فهل تتغير يوميات طرابلس الدموية؟ من طرابلس رشا الكرم، قناة الجديد. النائب وليد جملاط يؤكد أنه مع التمديد للنواب الداخلية تغص بطلبات الترشح وفق قانون 60. الرئيس ميشيل سليمان يطالب بإعادة المقاومة إلى معانيها السامية. وأخبار إضافية في بانوراما محلية للزميلة عنان زلزلي. أكد النائب وليد جملاط بعد لقائه الرئيس نبيه بري في عين التينة أنه مع التمديد لمجلس النواب. لا أرى مبرر ولا أرى مناسبة في هذا الجو القاتم من أن ندخل في مسرحية الانتخابات. لو كان الجو أفضل، لو كانت الأمور أمور ليست فيها ترابص وكنا قد تجنبنا الدخول في الحدث السوري الذي سيطول وما من أحد ليعلم ما هي نتائج الحدث السوري، لكنت قلت طبعا فلندخل الانتخابات. اليوم إنني مع التمديد، مع تمديد الانتخابات، لأن لا يمكن القيام بانتخابات في هذا الجو المكهرب. غصت وزارة الداخلية بطلبات المرشحين للانتخابات النيابية وفق قانون 60 والتي فاقت 240، لا سيما من قبل الكتل النيابية العتيدة وأبرزها الوفاء للمقاومة والتغيير والإصلاح والمردة والمستقبل والتنمية والتحرير والقوات اللبنانية. أما كتلة الكتائب فارتأت التريث حتى الاثنين النهار الأخير لقبول الترشيحات. وزارة الداخلية طالما ما في تمديد بعد ما اجتمع مجلس النواب ليمدد، وزارة الداخلية مجبورة أن تعمل انتخابات ب 16 الشهر. في مرحلتين بتمرق فيها وزارة الداخلية تحضير الانتخابات. المرحلة الأولى بتتعلق فقط بوزارة الداخلية وهي حضرتهم وزارة الداخلية. المرحلة الثانية بتتعلق بعدة وزارات وبمجلس الوزراء بالتحديد، وأهم شيء تأمين سلفة المصاري. عشية العيد 13 للمقاومة والتحرير حيا رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان المقاومة مع المؤسسة العسكرية مطالبا بإعادة المقاومة إلى معانيها السامية، موضحا أنها حين حررت لبنان لم تكن تحارب لقضية مذهبية إنما لقضية وطنية.
معاني المقاومة هي أعلى وأسمى من كل المعاني، وأسمى من أن تغرق في رمال الفتنة إن كان بسوريا أو بلبنان، إن كان عند شقيق أو كان عند صديق. بعد عودته من جولة رعوية إلى بيروت، كرر الكاردينال الماروني مار بشارة بطرس الراعي المواقف التي سبق وأعلنها، وأبرزها رفض التمديد للمجلس النيابي وضرورة إجراء الانتخابات في موعدها مهما كلف الأمر. نحن نرفض رفضاً باتاً التمديد للمجلس النيابي حفاظاً على الديمقراطية وحفاظاً على تداول السلطة. أي قانون قائم أو يقر ينبغي أن تتم الانتخابات بموجبه أيا يكن هذا القانون. المهم أن يكون هناك قانون دستوري قائم، هذا القانون يكفي أيا كان من أجل أن تجري الانتخابات. ولا يجوز للبنانيين أن يتذرعوا، لا يجوز للبنانيين والنواب خاصة أن يتذرعوا بقضية القوانين لعدم إجراء الانتخابات. الانتخابات أمر ضروري إرغامي ضميري تاريخي أيا يكن القانون. أكد الوزير علي حسن خليل أن تجريد المقاومة من سلاحها هو خدمة للعدو. موقف خليل جاء خلال تكريم لرئيس مجلس النواب نبيه بري لمناسبة عيد المقاومة والتحرير في النبطية، وردا على الافتراءات التي تسعى جاهدة لتجريد المقاومة من سلاحها، وهو ما سيكون بمثابة خدمة للعدو. أقول أن المقاومة لم توجد لتكون بديلاً عن الدولة أو عن مؤسساتها أو عن أدوارها، إن المقاومة كانت ولا تزل كما أسلفت حاجة وضرورة لبنانية بمواجهة عدوانية إسرائيل، والمقاومة ملتزمة موقع الدفاع عن لبنان. ورأى خليل أن إسرائيل تحاول أن تلعب دوراً مباشراً في المسألة السورية، والاعتداء على دمشق هو لضرب القناعة السياسية للحل السياسي. تشيع عناصر من حزب الله مستمر، تحقيق للزميلة يمنى فواز. أشهد أن لا الساعة الثانية من بعد الظهر، جموع من النساء باللباس الأسود يحملن الورد، رجال تتقدمهم كشافة المهدي ينتظرون وصول جثمان محمد بدير ابن 23 عاماً، أحد عناصر حزب الله الذين قضوا في منطقة القصير في سوريا. أعلام حزب الله ترفرف وبعض أعلام لبنان وحركة أمل. أطلق الرصاص، وصل الجثمان، النسوة بدأت بالزغاريد ورش الأرز. وقد نصرت الله وأفديت الروح سنيت لنا. حشد كبير من القرى المجاورة شارك في التشييع مع أهالي بلدة الميرية الواقعة جنوب لبنان. أم محمد والدة لشابين، اليوم فقدت ابنها البكر ولم تقوى على الكلام في حضور الحزن، وهي العائدة حديثاً من زيارة المقامات من إيران. عز وفخر المقام السيدة زينب، عز وفخر، عز وفخر، وأنا مرفوع راسي فيه، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. أما خطيبته فكانت لها كلمة واحدة اختصرت كل ما يقال: الحمد لله. أقرباء يبكون ويؤكدون عبارة موحدة: الفراق صعب طبعاً، بس هذا عز وفخر لنا. عيونك دموع. طبعاً أكيد دموع الحزن والفرح مع بعضهم، الحزن على الفراق والفرح لأنه هذا عز وشرف وشهامة لنا. شو كانت وصيته؟ وصيته لمحمد، الوصية الأساسية اللي قالها الشهيد محمد قبل ما يتوفى: كونوا مؤمنين حسينيين، لأن نكون نحن كلياتنا على نهج أبو عبد الله الحسين وعلى خط أهل البيت عليهم السلام. محمد بطل جاي عم نزفه، بطل. عريس، عريس، هذا بقول لك عريس، كل شيء، عريس، كل صفاته حلوة، عريس حمودة، كل الناس كل صفاته حلوة فيه. بعض النسوة لم يتوانين عن التصريح بأن شبابهن وأولادهن فداء للدفاع عن حرم الرسول وأهله. هذا فدا السيدة زينب، هيدي الأرض
هيدي الأرض الطاهرة العزيزة عم نقدم من أجل شباب لترفع الأمة، ترفع رأس الأمة كلياتها، كل شاب عنا، كل شاب بدنا نضلنا نقدم لحتى نحرر هيدي الأرض، لأنه نحن معودين دائما اللي بيدس لنا اعتراف ما أبدا ما بيوقف بوجدنا، بدنا كل واحد بده يقرب صوبنا بدنا نقرب صوب. نحن هاي اسمها مقاومة، هاي دفاع عن حرم الرسول، عن حرم آل محمد جميعاً، سيدة زينب سيدة رقية، عم ندافع عن هالأرض حتى ما توصل لعنا. زوجك موجود؟ كلنا معهم، مش بس جوزي، أنا وولادي وإخواتي كلنا الصغير والكبير فدى السيد حسن بهالبلد لو هو بيرفع الراس. الصلاة على جثمان محمد بدير وودعه الأهل والأقرباء والأصحاب بكثير من الدموع ودفن في بلدته. زحمة سير متزايدة في شوارع العاصمة والمناطق، السبب شارات سير متوقفة وليس من يتولى صيانتها. تحقيق للزميلة رونا حلبي. ليست زحمة السير بجديدة على اللبنانيين، هي جزء من الروتين اليومي اعتادوا التعايش معه مكرهين، لكن الأيام الأخيرة شهدت ازدياداً في الازدحام خصوصاً على طرقات العاصمة الرئيسة، والحق هذه المرة ليس على الطليان بل على الإسبان. إليكم كيف؟ إن عمل غرفة التحكم بالمرور ينقسم شقين، الأول يتولاه عناصر قوى الأمن وهو التواصل مع العناصر على الأرض لتسهيل المرور، أما الشق الثاني فيؤديه مهندسو شركة إسبانية متعاقدة مع الدولة اللبنانية، وهو الدور الفني أي صيانة المعدات وشارات السير وإدارة البرامج المتعلقة بانسيابية السير. الكونترا تبع الشركة الإسبانية خلص من حوالي 10 أيام، الكونترا بقيد هلأ المناقصة بقبل الإدارة عن جديد، لأنه الكونترا المعمول أول مرة كان معمول مع مجلس الماء والأعمار، صار في انتقال للجهة المتعاقدة لهيئة إدارة السير. هذا الانتقال على حد قول مدير هيئة إدارة السير هو اللي عمل هذا التأخير. المشكلة أنه حالياً إذا تعطلت أي إشارة ما عندنا حدا عم ينزل على الصيانة عليها، أو في حال صار في عندنا مشكلة مرورية وأزمة مرورية لأي سبب كان بأي منطقة نحن مسيطرين عليها من غرفة التحكم المروري، هالسيطرة تبعنا خفت للمينيموم لأنه حالياً الصيانة مش موجودة، وقدرة التحكم بالبرنامج يلي بيمشي إشارات السير كمان مش موجودة. كمان عم بيعجق السير وعم بتكون أمرار معطلة وأمرار بتكون منيحة يعني. كلها واقفة، قليل الإشارات اللي ماشية. بتعتقدي بيأثر إذا ماشيين ولا واقفين الإشارات؟ لا، لأنه الناس ما بتوقف على الإشارات. أكيد بيأثر. إشارة لأنه اللي بنضبط على الإشارة. يعني كنا بلا إشارات أحسن شوي، هلا بالإشارات تعقدت زيادة. هلا بتأثر إنه بتعمل شوية عجقة زيادة، البلد كله واقف يعني ما وقفت على إشارات السير. يعني لبنان تقدم كتير خلال السنوات الأخيرة إنه عمم بمنطقة بيروت ويمكن بيروت الكبرى الإشارات وهالأشياء هايلي، هيدي ضرورية جدا. يعني وقت اللي ما بيكون في صيانة أو في إشارات مش عم تشتغل مزبوط بتخربت كل شيء. يعني الناس لازم يتعودوا انهم يحترموا الاشارات وانه الاشارات هي ذاتها تكون عندها مصداقيه، يعني تكون عم تشتغل مزبوط. نحن عم نعود الناس على سلوك جديد مع قانون السير الجديد، وقت اللي بنرجع عم نتراجع خطوات لورا بامور من هالنوع يلي ممكن حدا يشوفها بسيطه بس هي كثير مهمه، الناس بترجع بتنسى انه لازم تلتزم بالاشارات، هذا شيء كثير خطير بسلوك الناس. وإلى جانب انتظار عقد جديد يعيد التحكم بشارات السير، تنتظر قوى الأمن الداخلي إنشاء وحدة المرور المذكورة في قانون السير الجديد، بحيث تكون قادرة على وضع استراتيجية طويلة الأمد لعمل قطاعات السير فتغنيها عن مساعدة الإسبان وغيرهم. يبدو أن الفراغ المستفحل في مؤسسات الدولة وصل إلى غرفة التحكم بالمرور، فأصبح حال السيارات كحال سائر شؤون البلاد. سرحة والرب رعية. رونا حلبي، قناة الجديد. أهلا بكم. جديد موسكو تعلن موافقة دمشق على المشاركة في مؤتمر جنيف 2. المعارضة تتشاور في إسطنبول. لافروف يناقش مع كيري التحضير للمؤتمر. الجيش السوري يواصل عملياته في القصير والتصدي للمجموعات المسلحة.
أعلنت روسيا موافقة الحكومة السورية من حيث المبدأ على المشاركة في مؤتمر جنيف 2 الخاص بإيجاد حل للأزمة السورية، بينما تواصل المعارضة السورية مشاوراتها في اسطنبول بشأن عدد من القضايا من بينها إمكانية المشاركة في المؤتمر الدولي، وللغاية طالبت النظام بتوضيحات حول مشاركته في المؤتمر. إن الحكومة السورية وافقت من حيث المبدأ على حضور مؤتمر سلام دولي اقترحته موسكو وواشنطن، يجري تنظيمه بجنيف في يونيو حزيران المقبل من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة، وليتسنى للسوريين أنفسهم العثور على مسار سلمي للحل. ووفقا لمصادر دبلوماسية أوروبية، فإن النظام السوري وضع قائمة بخمسة وزراء تمهيدا لمفاوضات محتملة مع المعارضة في المؤتمر، لافتة إلى أن القائمة نقلت بداية أذار مارس الماضي إلى روسيا، وتضم رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي ونائبه قدري جميل وثلاثة مسؤولين حكوميين آخرين. ميدانيا، تواصلت حدة المواجهات في مدينة القصير بريف حمص وسط حملة وصفت بأنها الأعنف التي يشنها الجيش السوري لليوم السادس على التوالي. تحدثت مصادر المعارضة عن تصدي عناصرها لمحاولة اقتحام جديدة وإحرازهم تقدما في قرية الجوسية بعد استعادة سيطرتهم على ثلاثة مواقع في وقت سابق بالمدينة. ووصلت القصير بعض الكتائب العسكرية التابعة للجيش الحر لمؤازرة قوات المعارضة استجابة لنداء وجهه الائتلاف الوطني السوري. وكالة الأنباء الرسمية سانا ذكرت أن الجيش العربي السوري وفي إطار مواصلة عملياته العسكرية بالقصير دمر أوكارا للإرهابيين لا سيما قرب المدرسة الصناعية وفي الحارتين الغربية والجنوبية، ووصل إلى الطريق الترابي في قرية الضبعة، وتصدت إحدى وحداته لمجموعة إرهابية مسلحة تسللت من الأراضي اللبنانية. إلى ذلك قال المركز الإعلامي السوري إن الجيش الحر تمكن من السيطرة على حاجز النادي الرياضي ومقر حزب البعث في درعا البلد. وقصفت قوات النظام السوري محيط سجن حلب المركزي الذي تحاصره قوات المعارضة وشب حريق كبير فيه. وتجددت المعارك في ضواحي العاصمة دمشق لا سيما في الغوطة الشرقية، ويتعرض حي الوعر بمدينة حمص لحملة عسكرية تشنها قوات النظام التي نفذت في مدينة حماة حملات الدهم والاعتقالات التي بدأتها منذ أسبوع، وكثفت عمليات التفتيش للسيارات المارة على الحواجز المنتشرة في أرجائها وسط تحليق الطيران الحربي والمروحي في سماء المدينة. مؤتمر صحفي لسائق الدراجة الهوائية الهندي سومن ديبناث الذي يجوب العالم متجاوزا كل صعوبات. أقام جمعية تطوير العلاقات اللبنانية الهندية بالتعاون مع سفارة الهند مؤتمرا صحفيا لسائق الدراجات الهوائية الهندي سومن ديبناث الذي وصل إلى لبنان منذ أسبوع آتيا من الأردن ضمن جولة حول العالم بدأت في العام 2004. المؤتمر الذي عقد في السفارة الهندية حضره حشد من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية تقدمهم السفير الهندي رافي تابار الذي أشاد بمبادرة مواطنه سمن وما تعطيه من صورة حضارية عن بلده. أشكر الجميع لحضورهم من أجل دعمي. أنا أجول العالم من أجل دعم قضية إنسانية تتمثل بمكافحة مرض الإيدز. لبنان بلد جميل وقد قمت بزيارة عدة مناطق، أما المحطة المقبلة لي فستكون في العراق، وأنا مصمم على نشر المحبة والسلام من خلال الدراجة الهوائية. ديبناث الذي غادر الهند قبل 9 أعوام وجال حتى الآن على 76 دولة ساعيا للتواصل مع شعوب الأرض أبدى سعادته لوجوده في لبنان المضياف متسائلا عن إمكانية نسيان الأكل اللبناني اللذيذ. ديبناث أكد أنه مستمر في رسالته حتى استكمالها في العام 2020 حيث يكون قد زار 191 دولة قاطعا 200,000 كيلومتر. والآن طبعا إلى النشرة الفنية. مساء الخير شادي. مساء الخير رائد. شو عندك الليلة؟ الليلة مثل العادة راح يكون في عنا مجموعة كتير كبيرة من الأخبار، أخبار من لبنان، من الوطن العربي، من هوليوود، لقاء سريع مع نجوى كرم، أخبار كتيرة مثل العادة راح نتابعهم سوا. تفضل. أهلا بكم. نجوى كرم ابتعدت مؤخرا عن اللقاءات الصحفية والإطلالات التلفزيونية استعدادا لتقديم جديدها. أجلت الألبوم بسبب الظروف الراهنة عربيا. فماذا تقول عن كليبها الجديد المنتظر؟ وهل تقبل بمنصب وزيرة؟ وماذا تقول للسياسيين في لبنان؟ يا ويلنا
قضيتك عمري وقلب اليوم بنت الكرم لا تسميني. نجوى كرم، كلنا بانتظار كليبك الجديد يلي رح يبصر النور بالايام القليله اللي جايه. حضرتك صورت كثير كليبات وكل مره بتحرصي على اظهار شيء جديد، هالمره شو الجديد يلي رح نشوفه؟ بفضل انه هذا الشيء خليه لما يشوفوا الناس، لانه دائما بنوعدهم باشياء يمكن هن ما يشوفوها جديده او يشوفوها قديمه، بس انا حريصه على انه يكون شيء حلو. هيدي الأغنية تحديداً حضرتك كنت حريصة بأنك تدافع عنها بتقديمها للعالم، لأنه كان في انقسام، ناس حبوا كثير، ناس انتقدوا. هل تصويرها هو ثقتك الكبير بأنه هاي الأغنية جديدة وأنت مصرة على نجاحها؟ إيه، لأنه فيها كل شيء، فيها الإيقاع، فيها الميلودي، وفيها الكلام الحلو، وفيها التوزيع الحلو. الأغنية منوعة وفيها معلمة بتوزيعها وبشغلها، لأنه مشغولة كل مزور وكل نوتة لحال. الكل عم بيسأل عن ألبومك، أو بظل الظروف الحالية بتفضلي أنه تنطري بعد شوي؟ لا، بننطر بعد شوي. وبالنسبة لمهرجانات الصيف؟ إن شاء الله على قدر إمكانيات الأمان بالمنطقة العربية. اليوم بلبنان عم تتشكل وزارة، إذا عرض عليك منصب وزارة بتقبلي فيه؟ لا، أنا ما بحب كون بمنصب سياسي، بحب ضلني فنانة ويحبوني كل الناس. شو بتقولي للسياسيين؟ بدي اقول لهم دايما يحطوا حالهم مطرحنا لحتى يعرفوا يحكموا. اكرم من مين اللي طلبني تلاقيني، لو حدك غيري بخلي الله يخليني. رغدة ترد بقسوة على فضل شاكر وتصفه بالفاشل المنسي. نانسي عجرم تصرخ على الامن. سيرين عبد النور تبكي. هدية من نائب تركي لأنجلينا جولي وبراد بيت تعاطى المخدرات. مورغان فريمان نام على الهواء. وهل عادت هيفا وهبي إلى زوجها في كان؟ وصفت الممثلة السورية رغدة الفنان المعتزل فضل شاكر بالفاشل المنسي، وذلك على صفحتها على موقع فيسبوك، حيث ردت عليه تعقيبا على تكفيره لها فكتبت التالي: إلى فضلات شاكر إبليسه أسير أبي جهل، أيها الفاشل المنسي، من سبق لتكفير كل من انحاز إلى أمة كي لا تغتصب؟ من رفعك على حد سكين مقبضها في يد أبي لهب؟ من أخبرك أيها الصبي أن في جهنم أنت حب؟ ومن جهته ناشد فضل شاكر المسؤولين لإغاثة سوريا قائلا: أين أنتم يا أصحاب الكراسي، أغيثوا سوريا. وأضاف على تويتر: هناك بعض البشر يحتاجون إلى عمليات تجميل داخلية كتكبير القلب وتصغير الحسد وشفط الحقد وتكسير خلايا الشر. انتشر اليوم خبر يفيد بأن هيفا وهبي عادت إلى زوجها أحمد أبو هشيمة بسرية تامة، وأنهما الآن معا في كان. هيفا موجودة فعلا في كان، إلا أن مكتبها الإعلامي أكد لنشرتنا أن خبر عودتها إلى زوجها السابق عار من الصحة ولا يمت إلى الحقيقة بصلة. تداول معجبو نانسي عجرم فيديو على الإنترنت تظهر فيه وهي تمنع رجال الأمن من التعاطي بطريقة غير لائقة مع محبيها الذين انتظروا وصولها في مطار تونس. فعندما لاحظت نانسي أن رجل الأمن يحاول إبعاد محبيها من خلال دفعهم، طلبت منه بحزم هي ومدير أعمالها جيجي لامارا عدم الاقتراب من المعجبين أو معاملتهم بطريقة سيئة، وكانت ودودة مع الجميع، وهذا التصرف لاقى استحسانا كبيرا لدى محبيها. جوزني، لقيني الأحد الساعة 7.
من باب تشويق محبيها أطلقت سيرين عبد النور الفيديو الدعائي الخاص بكليبها الجديد حبايبي الذي صورته مع المخرجة أنجي جمال، وذلك في جزيرة سانتوريني في اليونان وسط أجواء طبيعية جميلة جدا. كما تظهر في الفيديو كليب سيرين وهي تبكي ضمن سياق درامي كما تظهر هذه المشاهد. اعترف نجم هوليوود براد بيت أنه تعاطى المخدرات خلال مرحلة زواجه من النجمة جينيفر أنستن قبل طلاقهما في العام 2005، إذ كانت علاقتهما غير جيدة. وقال براد: زواجي من جينيفر أنستن تسبب لي في أضرار كثيرة، منها تعاطي المخدرات، فخسرت الكثير من الفرص المهمة. ومن ناحية أخرى، أرسل عمر فاروق أوز النائب التركي المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم التابع لأردوغان في تركيا هدية إلى نجمة هوليوود أنجلينا جولي عبر السفارة التركية في لوس أنجلوس، وهي عبارة عن مشمش من منطقة ملاطيا التركية، لأنه يحمي من السرطان وأمراض الكبد والأزمات القلبية، وذلك بعدما استأصلت أنجلينا ثدييها تفاديا للسرطان. فاجأ الممثل الأمريكي المخضرم مورغان فريمان معجبيه ومشاهدي مقابلة تلفزيونية أجريت معه عندما غطى في نوم لدرجة أنه فقد التحكم برأسه. ويبدو أن مورغان فريمان البالغ من العمر 75 سنة أنهكه التعب والتحضير لإطلاق فيلمه الجديد ناو يو سي مي، حتى غطى في النوم خلال طرح الأسئلة عليه في موقف محرج لا يحسد عليه. طلاب وراهبات المحبة بزنسون يبدعون كتابة ومسرحا ورقصا. استكمالا لتوصية المدارس الكاثوليكية بتفعيل التربية على القيم الإنسانية والاجتماعية، أقامت مدرسة راهبات المحبة البزنسون احتفالا أطلقت خلاله كتاب بوكي دو كونت، كتابه أولاد صف الخامس الابتدائي من فروع البزنسون الخمسة في لبنان. مشان هيك كل مدرسة حاولت أنه تكتب كتاب قصة، أدرجناهن بكتاب انطبع، هو مجموعة من الكتب أو الأقاصيص اللي انكتبت حول قيمة معينة. هدفنا نجمع الأولاد، ما حدا رح يربح، كلهم ربحوا. كل هدفنا يحسوا أولادنا حتى لو كانوا من مناطق مختلفة إنه هن كلهم من نفس العائلة، عائلة جانونتيل. اسمي بيرلا صليبة وهو اسمه جوزيف أبو خليل. ما خبركم كيف عملنا القصة تبعنا. كل شي بلش لما طلعنا على الصدقي بمدرستنا بزنسون باسكنتا وحضرنا فيلم اللي هو اسمه بتيت انديان دون لا فيل، وبعد عجبنا هذا الكونت وقررنا انه يكون هذا البروجي عنه. ومن هالفيلم تخيلنا البطل تبع قصتنا والمطرح ويعني كل شيء بده يصير بقلب قصتنا. يعني من الكبار للصغار ومن لبنان لهوليوود، من كل من كل شيء بكل الأخبار الفنية يعني من تحطها ومن تبعها بالنشرة الفنية، وهي نشرتنا لليلة. شكرا شادي، يعطيك العافية. والآن طبعا تذكير بأهم ما جاء في النشرة. قالها وليد جملات اليوم: إنني مع التمديد. هجموا على 60. وزارة الداخلية مجبورة أن تعمل انتخابات ب 16 شهر. التباني الجبل إلى مزيد من التأزم، والقذائف والرصاص يصلان طرابلس. موسكو تعلن موافقة دمشق على المشاركة في جنيف. وبنت الكرم سميناها. ما بحب كون بمنصب سياسي، بحب ضلني فنانة وحبوني كل الناس. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.